أول شي لازم ننوي الوضوء بنية سليمة، منغسل إيدينا، بعدها منغسل تمنا 3 مرات باليمين وأنفنا 3 مرات، منغسل وشنا 3 مرات وإيدينا 3 مرات. منبلش باليمين وبعدها باليسار، منمسح الرأس مرة واحدة ومنمسح جزء من الرقبة، بعدين بغسل إدني مرة واحدة بإصبعي، آخر شي بغسل رجلي 3 مرات. بلش بالرجل اليمين. مزبوط اللي عملته يا بابا؟ صحيح أنا ما قلت لك تعرف إنه رح نروح على كاستمونو ورح صلي بجامع شعبان ولي، رح تكون أول صلاة إلي. وصرت بعرف كيف أتوضأ، كمان حفظت الآيات. شو رأيك هلأ أقرأ لك الآيات اللي تعلمتها لتقلي إذا حافظ صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شو رأيك؟ قريت الآية صح يا بابا؟ رح أخدك يا ابني، رح أخدك على كاستمونو. ما عاد عندي حل تاني، لازم جيب مصاري، لازم أخد ابني. لو عندي خيار تاني كنت عملته. خلص قررت. يا ربي، كل هاد بس مشان ابني، عم ساويه مشانه بس. خليه يصلي صلاته، خليه يصلي مشانه ومشان أبوه. يلا أمينة، صار لازم نروح. شو هالكمية هاي؟ شو صار لبقرتك؟ ولا عملتي مثل ما قلتلك؟ برافو عليكي، هلأ بلشتي تشغلي عقلك. العالم تعودت على الحرام، ما عاد حدا فرقت معه، وكلن عايشين ومرتاحين وما حدا صاير عليه شي. خلصتي ولا لسه؟ ابني دير بالك على حالك لبين ما ارجع، تمام؟ ماشي ماما. ماشي. عم تعلميه أمينة؟ كل ما بشوفه بيكون عم يقرأ. اليوم آخر يوم بالموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفي إنه رح يفصل العملاء لأنهم عضويين؟ اليوم رحت اشتريت علبة طحين الذرة من السوق، رح قلن اني طحنتهم بالطاحونة اللي عندي. ايه صحيح، قبل ما انسى، اذا اشتريتي بيض من السوق ما تنسي تحطي التاريخ عليه. على فكرة جبت مربى وعم بينباع كمان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يا سلام، بأيام بس 10 أيام. عنا بضاعة تازة وكله طبيعي. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا أهلا وسهلا، تفضلي.
بقديش البصل الأخضر؟ ليرة. بس ليرة؟ أطراف والله. رح أخده. بتحبي تاخدي طحين ذرة؟ لا شكرا. تمام. شو سعر الحليب لو سمحتي؟ أنا عم حاكيكي. عم تسألك عن السعر؟ بعشرة. رح أخذ هدول لكان. أدي صاروا هيك؟ رح ناخد 30 ليرة. أعطيها 30 ليرة. تفضلي. قلت لك ولا لا؟ هيك صار الشغل، الزبون هو حر، بياخد اللي بده اياه، خدي. ايه بس انا ماني مرتاحة. وليش مانك مرتاحة؟ هي قبضتي مصاري، شو بدك احسن من هيك؟ وبوقت قصير رح تقبضي اكثر، وروحي لوين ما بدك. حاجة فكري، روقي. انتي نيتك طيبة، عم تعملي هالشي ليصلي ابنك. حليب. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.